بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان من ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي صلى الكبول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم كبر الله كبر الله بس الصحيح اكبر الله يرضى عليك يا سيدنا تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله عليك يا دكتور الله أكبر يا سيدنا عليك
واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله. حاضر زي ما انت كده. الله يديك الصحة عمك يا عم الصالح. الله يبارك لك يا رب. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله. الله لك قدر الله يا رب. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أبصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الله يفتح عليك يا سيدنا. الله يحافظ عليك ما شاء الله يا معالي الدكتور. فمن كان منكم مريضا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الله يحافظ عليك يا رب يا سيدنا. لا 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 ل
من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم حبيبي تسلم يا رب وإياكم. تلك عشرة كاملة. يا مولانا الله أكبر. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. الله جميل يا رب. تعالى يا ستنا. لا إله إلا الله. الله يرضى عليك. الله أكبر. تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله. واتقوا الله. واتقوا الله الحج أشهر معلومات. الله 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 الله. الحج أشهر معلومات. الله الله
عليك يا مولانا. الحج أشهر معلومات. الله الله أكبر. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا الله أكبر يرضى عليك. نعم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله الله أكبر حبيب. الله لك كمان يا دكتور. وتزودوا يا سلام. الله الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. ما شاء الله نفع الله بك. الله أكبر. الحج أشهر معلومات. الله أكبر. الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فتح الله لك. نعم. ما شاء الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله. وتزودوا. وتزودوا يا سلام وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتح الله لك. أكبر. عليك شو؟ حبيبي شو انت؟ بقى قدام لله.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الله سوي دي شوي احنا بنتعبك معانا والله. معلش احنا متاسفين والله. لا بس تاني مش حاضر حاضر. اه سوي الحته دي عليك. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الله الله أكبر. احفظ فتح الله لك ما شاء الله. وإن كنتم من قبل لمن الضالين. فتح الله لك يا رب. نسأل الله لك. ماشي يا عم زيت الخير خليني وتزود عليك. الله الله عليك. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا واستغفروا الله. استغفر الله. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
يحافظ عليك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا كسبوا والله
سريع الحساب. شكرا شكرا. تعالي واذكر الله. الله ربنا يجعلنا واياك من الذاكرين الشاكرين. يا رب يا رب يا رب. كمان والنبي اذكر الله. واذكر الله. واذكر الله في أيام معدودات. يا حبيب قلبي الله يحافظ عليك يا رب. واذكر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يا اللهم صل عليه. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لا إله إلا الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله
نعم يا سيدنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ادخلوا في السلم يا حبيبي ادخلوا في السلم يا اخي ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين لا إله إلا الله فإن زللتم من بعد ما جاء فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله الله يكرمك يا دير العدة بسرعة يلا حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمشمر وإن أسفله لمهدق وإنه يعلى ولا يعلى عليه أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام طابت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بالذي هو خير
آيات الله البينات التي كانت من أحاديث سورة البقرة، وكانت بصوت العلم القرآني الإذاعي.